ان شاء الله ويوفقنا مولانا ويساعدنا في ان نبنوا مركز. هذا المركز السبب اللي نفكروا فيه عن ان شفنا حقيقه ضغط كبير على المركز الوطني للانكولوجيا، يقدم ياسر مشكور لكنه ملي عليه ضغط كبير، ونحن كمجتمع مدني مكملين لجهود الدوله، وذلك فكرنا بان نبنوا مركز. عدلنا له دراسه لشراء ترابه وبنائه وتجهيزه بالمعدات الطبيه. هذا تكلفته عباره عن 1,500,000,000 اوقيه قديمه. هذا المبلغ كما نقوله ياسر على نقاش واحد يغير لين يعود مع مديور على دوله كامله، يعود الحمد لله قد ينعطى. ونحن حقيقه يلا ننتبهوا عن ان نحن روايه قد نعدلوها، ما يلا ندوروها عند الناس الاخرى. ولم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. لا شك ان هذا المركز حد شافه مشيد وخاو عليه وشاف الناس تداوى منه، يعملوا قاع مشيدته جهه اجنبيه انه دور يعود سعيد به، لكن دور تعود سعادته اكثر وتمانقته اكثر لين يعود هذا المركز معدل بايادي موريتانيه ومعدل بايادي نحن هون في الداخل. ولذلك نحن حريصين على ان نعرف عنه لين نقيسه الخارج نقول لا نجبروه، لان هذا المرض مرض انساني متعاطف مع الناس كامله. يظل حريصين على ان نبنوه احنا من فضلتنا لان نعرف